ولفتح ملف الدعم الأمريكي لأوكرانيا والذي يثير جدلا في الأوساط السياسية والشعبية في أوروبا. ينضم إلينا عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد السلام حاج بكري. السلام عليكم. سلام. حياكم الله. إلى أي مدى ترى أن كييف استطاعت حشد الجهود الدولية لدعمها طيلة الفترة الماضية؟ اتفقت مصالح الغرب وأمريكا مع مصالح بشكل عام على مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، فكان هذا الاتفاق مصلحة أوروبية وغربية وأوكرانية على حد سواء. فأوكرانيا لا شك فهي الدولة التي تتعرض للغزو الروسي، حريصة على أن تدافع عن أرضها وتحمي حدودها وتحمي بنيتها التحتية وسكانها وما إلى ذلك. أوروبا أيضا حريصة على أن لا تسمح لروسيا بالتقدم غربا باتجاه الحدود الأوروبية، عدا عن أن أوكرانيا هي جزء من أوروبا وإن لم تكن في الاتحاد الأوروبي أو في الناتو، إلا أنها جزء من أوروبا، وأوروبا لا ترغب بالتمدد الروسي غربا اقترابا من حدود دول الاتحاد الأوروبي. أما المصلحة الأمريكية التي اتفقت مع أوكرانيا والغرب في دعم أوكرانيا تتمثل في عدة قصص، ليس أقلها أن تحجم الدور الروسي في العالم، هذا من جانب. أيضا تضغط على أوروبا بشكل كبير من خلال الأمر الطبيعي أن تقوم أوروبا بدعم أوكرانيا، فأمريكا تضغط على أوروبا بهذا الجانب وتجعلها منشغلة في صد الغزو الروسي أو العدوان الروسي عن أوكرانيا، وهذا يجعلها تحقق مكسبين معا، اقتصادي وسياسي. سياسي يعني ستضع أوروبا في حالة حاجة مستمرة وأبدية ودائمة إلى أمريكا، إضافة إلى الحاجة المسألة الاقتصادية والمتمثلة في تخلي أوروبا عن شراء النفط والغاز الأمريكي الغاز الروسي والتوجه لشرائه من أمريكا ومن دول أخرى، وهذا يحقق عوائد مادية لأمريكا. وبهذه الطريقة يعني توائمت مصالح أوروبا وأمريكا وأوكرانيا وإن تباينت فيما بينها على صد الغزو الروسي عن أوكرانيا. طيب، هنا أيضا في ذات الوقت وكالة بلومبرغ في تقرير لها تؤكد أن الحرب في أوكرانيا أو أن التقرير عن الحرب في أوكرانيا يقول أن الحظ في الميدان ليس لصالح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. هل يعني ذلك أن الغرب سيتخلى عن كييف في ظل عدم التمكن من حسم إطالة أمد الحرب من ناحية، والضغط الشعبي المتمثل في التظاهرات الرافضة للغلاء، أي ربما العامل الاقتصادي سيلعب الدور في دعم أو عدم دعم أوكرانيا؟ طبعا كان واضح أنه بعد مرور شهرين أو 3 أشهر أو لنقل 5 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا أن حالة تململ باتت تشهدها أوروبا على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد السياسي، عبرت عنها بعض المظاهرات والاحتجاجات على المساهمات الكبيرة التي تقدمها الدول الأوروبية لأوكرانيا على حساب الشعب الأوروبي، على حساب الشعوب الأوروبية، وهذه الأموال هي من مخصصات هذه الشعوب، هي من ضرائب هذه الشعوب، لذلك باتت هناك عملية احتجاج على هذه المساعدات. والاحتجاج السياسي أو بعض الأصوات النشاز للقيادات السياسية تمثلت في عدم اتفاق في الكثير من حالات ما بين دول الاتحاد الأوروبي على العقوبات التي تفرض على روسيا، لأن هذه العقوبات أيضا لها محاذير سلبية تجاه أوروبا، وهذا غالبا ما كانت تعبر عنه مثلا قوى مثل ألمانيا والمجر داخل الاتحاد الأوروبي، كانت تعترض على المزيد من العقوبات على ولا سيما الطاقة على روسيا، لأنها ستعود بالسلب أو التأثير العكسي على هذه الدول. أيضا هناك تصريح يعني كثير مهم نقرأه بشكل جيد، وهو التصريح الذي أدلى به ماكرون رئيس فرنسا عندما قال من فترة سابقة، قال بأنه من غير المسموح أن تكسر روسيا في أوكرانيا. يعني واضح أن هذا الكلام، هذه العبارات التي تستخدم ما بين السياسيين مثلا من إنجلترا والسياسيين من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا، هناك تباين واضح، هناك مسألة يعني تشير إليها هذه المحافظة على الموازنة ما بين روسيا وأوكرانيا. عفوا، ما الهدف من المحافظة على الموازنة في أن لا يعني تخسر روسيا أو تنتصر؟
طبعا غير المسموح ان تنكسر روسيا، وهذا ما عبر عنه هنري كيسنجر في تصريحاته قبل يومين، غير المسموح ان تنكسر روسيا، لان انكسار روسيا في اوكرانيا يعني انفلات الاتحاد الروسي، ربما انشقاقات في الاتحاد الروسي، خروج بعض المقاطعات عن الحكم الروسي، اضافه الى انفلات السلاح النووي المنتشر في كل بقاع روسيا، وهذا يهدد العالم لهذا. وروسيا القياده الروسيه عندما تتعرض لامكانيه الهزيمه او عندما تقترب من امكانيه الهزيمه قد يعني بجنونه جنون العظمه التي يحملها راس بوتين يمكن ان يقود العالم الى حافه الهاويه باستخدام بعض انواع السلاح النووي في اوكرانيا. لذلك من غير الممكن، وهذا ما عبر عنه هو كما قلت منذ قليل، السماح بانكسار روسيا في الوقت ذاته. اوروبا ايضا لا تسمح بانكسار اوكرانيا، يعني هذه مساله ايضا حساسه، لان خساره اوكرانيا يعني باتت الان في هذه المرحله بعد كل هذا الدعم الذي قدمته امريكا وانجلترا والدول الاتحاد الاوروبي لاوكرانيا، نعم. بعد كل هذا الدعم ان تنكسر اوكرانيا فهذا يعني انكسار للغرب. لذلك نعم. ليس مسموحا ان تنكسر روسيا ولا ان تنهزم اوكرانيا، على الطرفين وعلى الغرب ان يسعوا يتدارسوا امكانيه الخروج من هذا المازق عبر مفاوضات يمكن ان تظهر الفريقين غير خاسرين وغير هنا ايضا. يعني هل يعول بوتين في ضوء هذه الصورة على الضغوط للخروج من المأزق الذي يعني تورط فيه، وضع نفسه فيه بحسب مراقبين، وممكن أن يخرج بصورة المنتصر في حرب أوكرانيا؟ كما قلنا يعني من غير الممكن أن يخرج بصورة المنتصر، ولن تسمح أمريكا أو أوروبا لبوتين بخروج بصورة المنتصر، وهذا يتنافى مع الحجم الكبير من المساعدات التي قدمتها أمريكا وأوروبا لأوكرانيا. يعني المفاوضات التي ستقود إليها هذه الحرب، وكل حرب تقود في النهاية إلى مفاوضات، تخرج بنتيجتها بهدنة، باتفاقية سلام، باتفاقية فصل قوات أو ما شابه ذلك. نعم. يعني ربما هذه المفاوضات التي ستصل يعني ستظهر الفريقين، تخرج بصورة إلى العالم، تظهر الفريقين على أنهما لم يخسرا، لم ينهزما. ولكن هذه مسألة معقدة وصعبة. يعني بعد أن ضمت روسيا الأقاليم الأربعة واعتبرتها بعد استفتاء صوري يعني جزء من الاتحاد الروسي، أي حل سيظهر أوكرانيا منهزمة لأنها خسرت أربعة أقاليم إضافة إلى أقليم جزيرة القرم السابق الذي ضمته روسيا. ولكن قد تكون هناك ملامح حل تتمثل في أن يعني تعود خيرسون كاملة وزابوروجيا كاملة مثلا إلى أوكرانيا، فتبدو الصورة وكأن الفريقين متعادلين، وربما هذا هو الوجه الوحيد المتاح لإمكانية الحل في هذه الأزمة التي وصلت إلى مرحلة صعبة، وأوروبا باتت تتململ والأمريكيون باتوا يتململون من الدعم المقدم لأوكرانيا. نعم. أي روسيا أيضا تحت الضغط لأنها بدأت تستنزف السلاح. الحرب ليس فيها ليس فيها خاسر، بل يعني الشعوب والعالم كله يعني وقع في أتونها. عبر سكايب من باريس الكاتب والمحلل السياسي عبد السلام حاج بكري، شكرا جزيلا لك.